ايه الخبر؟ البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي، وهيستأنف الفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مستر فريرا تدريباته النهاردة بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصلوا عليها لمدة 3 أيام بعد ماتش الإسماعيلي في الدوري الممتاز. كمان من المقرر أن يقام التمرين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي الساعة 4 العصر، وده في إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية في كأس مصر يوم 13/6. قام الجهاز الفني للفريق بتجهيز برنامج تأهيلي وبدني خاص للاعبين للارتقاء بالمستوى البدني وتجهيز جميع العناصر الفترة المقبلة. ويتقرر أن يكون البرنامج البدني مقسم على مراحل تحت قيادة أندريا فليبسوزا مخطط الأحمال بنادي الزمالك، من خلال رفع معدل الحمل البدني، وده هيكون بشكل تدريجي خلال الأيام الأولى من التدريبات بعد انتهاء المران الأخير، وده عشان ما يتعرضوش لإصابات عضلية، ده طبعا بعد ما يرجع اللاعبين من فترة الراحة اللي اداها لهم فيريرا. بالنسبة لثلاثي الفريق رزاز سيسي وعبد الشافي محمد أناجم، الجهاز الفني قرر بقيادة مستر فيريرا تخصيص برامج تدريبية خاصة ليهم سواء فنية أو بدنية خلال الوقت اللي جاي عشان يتم تجهيزهم بالشكل المطلوب. عرفنا كمان أن في رغبة قوية عند الجهاز الفني في تجهيز الثلاثي ده عشان يتم الاعتماد عليهم خلال مباراة الكاس اللي جاية قدام الداخلية بعدها طبعا، وده الأهم، مباريات الدوري وضغطها الفترة اللي جاية، واللي هيكون الفريق في احتياج لكل لعيب في السكواد. نروح لمستر فيريرا المدير الفني للفريق، واللي عقد جلسة النهاردة أو هيعقد جلسة النهاردة مع جهازه المعاون عشان يناقش شوية تفاصيل خاصة باستعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية. من أهم الأمور اللي هيتم مناقشتها النهاردة وحسمها هي موقف الفريق من خوض لقاءات ودية خلال فترة التوقف الحالية، خصوصا أن في اتجاه قوي لعمل ماتشات ودية للوقوف على مستوى بعض اللعيبة عشان كمان عملية تجهيز الجميع. نروح لخبر خاص لنهارك أبيض بخصوص الحالة الطبية لثنائي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق وحمزة المسلوسي ظهير أيمن الفريق اللي غابوا عن الفريق الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة. في نهارك أبيض عرفنا وبشكل مؤكد إن حالة الثنائي الطبية جيدة جدا وفي تحسن مستمر، وبنسبة كبيرة إن شاء الله هيكونوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الوقت اللي جاي. النهارده بالتحديد دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي هيعمل اختبار طبي للاثنين، واللي هيشوف انه جاهز بنسبه 100% هيسمح له في المشاركه في التدريبات بشكل تدريجي، والاقرب للمشاركه وفقا لمعلوماتنا هيكون كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، لان نسبه تعافيه وجاهزيته اكبر من المسلوسي. طبعا كابتن شيكابالا كان بيعاني من اصابه في العضله الخلفيه، والمسلوسي تعرض للاصابه بالتواء في الكاحل. نتمنى لهم ان شاء الله السلامه ويرجعوا بالف سلامه. ان شاء الله يكونوا موجودين معانا الفتره اللي جايه شيكابالا طبعا والمتلوتي، والحلو ان احنا لسه محتفظين بفكره ان ما بنرضاش او الجهاز الطبي ما بيرضاش ان هو ينزل لعيب غير لما يكون جاهز 100%، عشان كده لما لعيب بينزل ارض الملعب بيبقى متاكدين ان هو جاهز ومتعافي 100%.